السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما مصلحة روسيا من إجهاض مشروع مجلس الأمن لإيقاف الحرب في السودان؟ مساء الخير عليك أو صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الحدث. روسيا حسب ما أعلنت عنه رسميا أنها عارضت القرار لأسباب متعلقة بهذا القرار وشكله ومضمونه، مثلا تعتبر بأن هذا القرار هو بداية لاستعمار جديد للقارة الأفريقية، تعتبر بأنه ينتزع السلطات من سلطة البرهان أو المجلس السيادي وغيره، وأنه بداية لتدخل دولي أو نشر قوات في المنطقة، إضافة إلى المحاكمات الدولية ودخول المحكمة الجنائية الدولية. لكن من المؤكد بأن لروسيا أهداف أخرى. أولا، هذا القرار نص في عدد من النقاط، خاصة 14 و15، إلى حظر السلاح وإلى حث الدول بعدم تصدير السلاح والتورط في النزاع. وروسيا هي أيضا واحدة من الدول التي تستفيد من الصراع في السودان بتصدير السلاح، إضافة إلى وجود في البحر الأحمر، لأن هنالك تعهدات من البرهان ومن الجيش لمنح روسيا قواعد بحرية في البحر الأحمر، إضافة إلى موارد الذهب وغيرها التي تستفيد منها روسيا. أيضا هنالك جانب آخر متعلق بالأزمة في أوكرانيا، حيث سمحت أوروبا أو بعض الدول الأوروبية لأوكرانيا باستخدام أسلحة وصواريخ طويلة المدى. كل هذه المسائل جعلت روسيا تتخذ هذا الموقف المفاجئ باتخاذ حق الفيتو، وهو لم يكن متوقعا من الجميع. إذا كان حتى الآن يعني حتى مجلس الأمن فشل بوقف الحرب في السودان، مجلس الأمن الدولي، من يمكن أن يخرج الحل ليكون مقبولا في السودان ويوقف الحرب فعليا على الأرض؟ هذا القرار وهذا الموقف هو عار على روسيا وعلى مجلس الأمن كذلك، لأنه فشل في التدخل الإيجابي لحل الأزمة في السودان. وحتى الأمين العام للأمم المتحدة تحدث قبل ذلك بأنه لا يمتلك أي ظروف أو أسباب للتدخل في الأزمة السودانية على وجه التحديد مسألة نشر قوات أو غيرها. لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتفرج على أزمة يصفها بأنها أسوأ أزمة نزوح في العالم في وقت يتجه نحو مثلا أوكرانيا أو غيرها، وهذا ما يثير الشكوك بأن عدد من الدول الغربية تنظر لإنسان العالم الثالث أو أفريقيا أو المنطقة العربية بأنه بلا قيمة، بأنه لا يستحق النظر إليه.